جماعة انا اتعزمت على العشاء من اليوتيوب ببلاش، بجد انتوا مش متخيلين يا جماعة انا مبسوطة ازاي وانا بسجل لكم الفيديو ده. بجد امبارح انا كنت في قمة سعادتي، يا لهوي انتوا متخيلين؟ اصلا انا ما كنتش اتخيل ان اليوتيوب عارفني اساسا او فاكرني او كده. هو افتكر مجموعة من منشئين المحتوى، هحكي لكم كل حاجة دلوقتي. فطلعت انا منهم، يعني انا مش عارفه كل سنه كانوا بيبعتولي وانا بطنش ولا لا بصراحه، بس المره دي انا فتحت المسج بتاعتهم وقريتها واتبسطت جدا بيها، وانا مبسوطه بصراحه بالكود اللي انا خدته ده. يا جماعه ده كود خصم ب 320 جنيه، يعتبر ما دفعتش غير مبلغ بسيط جدا في العشاء. صباح الفل يا جماعه، ويا صباح كل حاجه حلوه في الدنيا. ده بالنسبه لي، بالنسبه لاشخاص تانية فلا صباح ولا مسا ولا كلمه كويسه. واي ثينك كنتوا فاهمين على مين. بصوا نتغاضى، ودي زبادي المراعي لايت، حطيت عليها واحدة عسل تمام، وبحاول اعيش حياة وردية، بس الواقع صدقوني مقاومني. يعني هفطر دلوقتي الزبادي، وبعديها هدخل اعمل ايس كوفي عشان يظبط دماغي اللي تلفت، بجد اللي تلفت. وهقول لكم على يوم حظي امبارح، كان امبارح، النهارده بقى ما مش شغال للاسف، بس هقول لكم على يوم حظي امبارح يا جماعه. بجد انتوا مش متخيلين اليوتيوب عمل لي ايه. اخيرا اتقدرت في حاجه، في حاجتين، انا اتقدرت في حاجتين في اليوتيوب. وهقول لكم بجد، يعني اليوتيوب عشاني يا جماعه امبارح، ده حقيقي. دفعت مبلغ بسيط جدا في وجبه، يعني وجبه 450 جنيه، دفعت 100 جنيه بس. فاليوتيوب عشاني، كان ممكن ادفع 50 بس انا زودت حاجه، فاهمين؟ فاليوتيوب عشاني امبارح. هقول لكم كل حاجه دلوقتي بما ان الدنيا هديت. بصوا يا جماعه، امبارح اليوتيوب بعت مسجات لمجموعه من منشئي المحتوى، فيها ان انا اخد خصم من هارت اتاك تمام. بس يا جماعة دي بتاعت بوسة، جميلة خالص زيها وعسولة. وهنكمل الحكاية دلوقتي، بس عشان مية كمان هيتي هصور المية، تو عايزة اصور حاجات. كوباية المية الجميلة العسولة دي بتاعت بوسة الامن، صح؟ ثاني بقى اصور عشان اتكلم. ماشي فالمهم يا جماعة بعتولي كود خصم لهارت اتاك. الثانية بوسة ما صورتها خلاص، اهو حاجة بوسة القمر. اتكلم بقى اهي، وكوباية مية تحفة. اتكلم ماشي. وبعتولي كمان يا جماعة ان انا اختار يا اما اختار توتي باك تقريبا، يا اما شراب لليوتيوب يبقى عليه كلمة يوتيوب، والتوتي باك برضو عليها كلمة يوتيوب. المهم دخلت لقيت الشنط يا جماعة سولد اوت. انتوا لحقتوا. اضطريت اختار الشرابات وكتبت العنوان بتاعي، معرفش هم هيتواصلوا معايا ازاي اصلا، انا مش عارفة بصراحة، بس سبت رقمي برضو. هل هيتواصلوا معايا بجد؟ مش عارفة. هل هيبعتولي حاجة شراب يعني؟ بس انا يا جماعة مش مبسوطة عشان الشراب، اكيد مبسوطة على انهم اخدوا بالهم مني وقالوا لي احنا بقى لنا مع بعض 1600 يوم تقريبا من ساعه ما فتحت اصلا يوتيوب، حتى من قبل ما اعمل تشانل، يعني من اول ما فتحت يوتيوب وكده تمام. فانا مبسوطه جدا 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 ان مجهودي اتقدر، والدنيا كود الخصم بتاع هارت اتاك. فجبت وجبه ب 450 اللي انتوا شفتوها دي، كانت عباره عن 5 قطع واتنين كولسلو وباكت بطاطس وواحد عيش بس. كانت الوجبه تحفه بصراحه، وانا كنت باكلها وانا مبسوطه لان اليوتيوب هو اللي مقدرني فيها، انتوا فاهمين؟ ايه يا بوس النوزي؟ حاضر جماعه. النهارده يوم النكد العالمي، ساعات بنصحى كويسين وبنضحك، وساعات بنصحى يعني مش عارفه بصراحه. فالمهم يا جماعه بقى ان الحمد لله اليوتيوب شافوني، ودي حاجه مفرحاني فوق ما تتخيلوا، وبسطاني جدا. ما انا بصور، ما انا قاعده جنبك يا بوسه، ما انت هنا وانا هنا، انا ما بعملش حاجه، ما تخافيش، مش هعمل حاجه تغدر بيكي، انت فاهمه قصدي ايه؟ حاضر هتفرج معاكي، واحنا مشغلين توم وجيري يا جماعه وقاعدين مع بعض ومبسوطين خالص خالص خالص. شح
او على الاقل انا طرف مبسوط بس في العلاقه دي. هاكل دلوقتي الزبادي اللايت. وجماعه بجد انا مبسوطه يعني من اللي حصل امبارح بصراحه. عارفين لما تشتغلوا في حاجه وما تلاقوش نتيجه وفجاه تلاقوا حد بصلكوا كده؟ يعني والله يا جماعه كنت يأست من اليوتيوب ومن المحتوى كله ومن الشورتس ومن كل حاجه، فجاه كده فجاه لقيت يعني دفعه بسيطه بس من عند ربنا حسستني قد ايه ان انا بجد بجد بشتغل. يعني انا بعمل حاجه، اول ما حطيت كود الخصم اللي من عندهم وخدت الوجبه وكده انا والله اتبسطت. احنا بنجيبه على طول اغلى الحاجات وانتوا عارفين، ونجيبه من اماكن كتير وبتاع وبنتعشى بس اول مره اتعشى وانا مبسوطه كده. يا جماعه ده على اليوتيوب تفهمين. فعلى طول كل اخر سنه كان بيتبعت يعني لليوتيوبرز وكده مسجات زي كده. انا مش عارفه جالي مسج زي دي قبل كده لاني ما بهتمش ومش بفتح الايميل، فالمره دي اهتميت وفتحته كده واتبسطت بصراحه. على فكره امبارح اصلا شفت المسج وانا مش في البيت. يا جماعه انا فتحت المسج امبارح وانا بعمل بروتين، تمام؟ فاهو انا عملت خلاص الجذور بتاعتي. عايزه اقول لكم شعري امبارح وقع بكميه رهيبه، وقع كتير جدا جدا فوق ما تتخيلوا. كل اللي كانوا موجودين قاعده يقولوا لي يا بنتي خدي فيتامينز، ما ينفعش كده وبتاع. انتي سمكره انتي شعرك طويل وشعرك حلو ولازم تاخدي فيتامينز، ما تخسريش شعرك. شعري امبارح وقع كتير جدا بس هو وقع لاسباب تانية، مش منهم البروتين طبعا، بس هو وقع لاسباب تسع خالص. يعني في كم سبب تاني كده مع البروتين، مش خلينا كده، في كم سبب بجانب البروتين وقعوا شعري. يعني منها طبعا حاجة اللي بتجيلنا كلنا كل شهر، ده سبب من الاسباب اللي يخلي شعري يقع يعني، فاهمين؟ لان طبعا كده كده بيقع في الفتره دي. فبجانب البروتين اكيد 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 هيقع اكتر. المهم عملته كده وظبطت الدنيا وانا طلع شفت المسج. عايزه اقول لكم ريفيو كده عن هارت اتاك لاني اول مره اجرب هارت اتاك. دايما بجيب من بازوكا، كنت الاول بجيب من كنتاكي، اول مره اجيب من هارت اتاك اساسا بسبب كود الخصم اللي من اليوتيوب. خليني اقول لكم ريفيو عنه بجد. بصوا يا جماعه هارت اتاك التتبيله بتاعته حلوه قوي قوي قوي، فيها ليمون كده، عارفين ميزه زي كده وجميله قوي. بس اللي بجد ركزت فيه قوي هو نظافه الفراخ. الفراخ نظيفه بطريقه رهيبه، انا والله العظيم ما شميت ريحة زفارة حتى 0.5%. هو غالي، التسع قطع عنده ب700 وحاجة بس يستاهل. عايزة ايه بس؟ حاضر، وقت مستقطع يا جماعة. تعالي قومي قومي. والبطاطس تتبيلتها حلوة قوي. عايزة ايه بس؟ جماعة انتوا بتمروا بالحاجات دي ولا ايه؟ عايزة ايه؟ عيني لسه بتقفل، لازم اعمل ايس كوفي يا جماعه. انا هروح اشوف الدربكه اللي عندي دي، نفسي ببقى نفسي افتح الكاميرا واتكلم، ببقى نفسي ابعبع. عايزه ايه يا بص؟ ماشي انا هقفل يا جماعه اشوف الحكايه دي وبعد كده ابقى ارجع لكم تاني. انا عملت بيرفكت اومليت لينا وبالله. ايه ده مش مصدقه يعني. عملت اومليت منفوخ كده وشكله كان حلو قوي بيتعمل. وعايزه اقول لكم الريحه دلوقتي في حته تسعة خالص بجد، تحفه يعني خطير. انا طبعا كسلت اعمل جايه بوسه، كسلت اعمل كل واحده فينا فطيره فعملت واحده وقسمتها، فاهمين قصدي؟ حلوين تعالوا كده اكلمكم عن كام حاجه. اول حاجه مرون خلص البرفيوم دي، استنى امسح الكاميرا واجي لكم. بصوا مرون خلص البرفيوم دي من فينيتشر، تمام؟ ده شكلها ديمون اوريفليم. ريحتها كانت يا جماعه فخمه جدا، ريحتها كانت تحفه، ريحتها كانت وهميه بجد بجد بجد، من اجمد البرفيوم اللي انتم ممكن تجيبوها هديه لجوزكم بقى. حلوه لجوزكم دي، لصاحبك، زميلك، خطيبك، حبيبك، جوزك، باباكي، اخوكي، اي حد، تحفه بقول لكم.
خطيرة، ريحتها فواحة جدا جدا، فيها نقطة اهو وريحتها ثابتة قوي فوق ما تتخيل. فيها كام رشة عادي ارش بقى على الكنبة، يعني الحوار مش صعب يعني. تمام، ده كده شكلها، حبيت برضو ان انا اوريها لكم. وفيها كام رشة كده عادي، هبقى استهلكهم يعني مش هرميهم. خطيرة بقول لكم، تحفة. دي من اوريفلام. تمام، برفيوم اوريفلام ثابتة خطيرة. رجالي، تحسيها كاريزما كده، مش عارفة يعني. برفيوم رجالي من اوريفلام بتعجبني فوق ما تتخيل. طيب طلعت له مكانها ايه؟ تقريبا ده اخر برفيوم انا شايله له في الستوك وكده، محتاج ان انا اشتري له بقى واحد. خلاص ده اخر برفيوم. طيب البرفيوم ده اللي هو بتاع فولس بيت، اللي هو بتاع ايفون. طب احنا عارفين فولس بيت جامد قوي، بس محتاج اغير له. المره الجايه هجيب له ماجيك سيلفر بتاع ماي واي بصراحه، لان ماجيك سيلفر خطير. بس انا حبيت اوريكم ده برضو خطير جدا فوق ما تتخيلوا، ولسه هطلعه له. هو ده اللي احنا هنسافر بيه باذن الله شرم الشيخ وكده، احنا هنسافر بيه باذن الله يستخدمه بقى هناك ويجي يكمله، وعلى العيد بقى اجيب له واحد. تمام، ده شكله كده، اسمه فالوس بيت. طيب انا خلصت بقى الليف ان كونديشنر ده من ماي واي. ده المفروض انه بيغذي الشعر ويرطبه ويقلل الهشاشة، يساعد على تصفيف الشعر. هو ما بيعملش اي حاجة غير اخر كلمة، يساعد على تصفيف الشعر، ولكن في وجود عامل اخر. يعني لوحده كده مش بيساعد على يعني تسليك الشعر ولا اي حاجة خالص لوحده، ولا كأنك حطيتي حاجة، بل بالعكس بعديها بدقيقتين تلاتة شعرك بيجف جدا، بيجف اضعاف اضعاف ما انت ممكن تكوني متخيلة. هو 190 ملي، حجمه كبير فعلا، قاعد معايا فترة طويلة. بص هو انتاج شهر 7 2023، بس انا جبته قوله مثلا على شهر 10 2023 تقريبا، شهر 10 2023. فاحنا خلاص بقالنا سنة هو شوية، فقاعد معايا بقاله سنة وشهرين تقريبا، يا شهر 10 شهر 12، والله ما فاكرة حاجة بجد يا بنات. هو بصوا يعني ملوش اي تلاتة لازمة بدون زيت او بدون كريم للشعر، ملوش لازمة بدون الحاجتين دول. تمام، يعني ما فيش اي لازمة حضرتك خالص. فبصراحة مش هرجع اكرره تاني، لان انت مش بتعملي حاجة لوحدك، انت مش بتعملي اي حاجة عشان ارجع اكررك تاني. فارجع اكرر اي برودكت الفترة دي لما بجد 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 اكون شايفة منه نتيجة مقدرش استغنى عنها، انما حاجة اضافية هدفع فيها فلوس بجانب الحاجات الاساسية، لا يا جماعة، احنا كده فلوس وصرف على الفاضي. يعني بجد في حاجات اساسية كتير قوي محتاجة ان احنا نفكر فيها، مش اي حاجة كده هنجيبها والسلام، لانه ولا الميزانية تسمح ولا حاجة تسمح. اوكي. طيب عايزة اوريكم بقى اخر حاجة. مرون جابلي العجينة دي من افوفا، المفروض ان هي عجينة. تمام، ولا دي سويت ولا ايه؟ والله ما عارفة، شكلها كده سويت، بس مش هتفرق معايا، مش هتفرق يعني طالما استخدمها الرجلي. انما للاماكن الحساسة لازم عجينة وش يا فندم، لازم عجينة بيضة. انما دي طالما رجلي ايد بطن ظهر اي حاجة عادي، انما الاماكن الحساسة دي انا ما برتاحش غير للعجينة في المنطقة دي بالذات بصراحة. فجاب لي دول، المهم الناس استغربت شكلهم جدا سويت، ما اول مرة اشوف الشكل ده، ومش عارفة بريحة ولا ايه، هي تقريبا سودانية الافوفا دي، اصدار سوداني يعني ولا ايه؟ لا صنع في مصر، امال ايه؟ بصوا، سكر، ماء، ليمون، عطر. معاكي سكر وليمون، يعني مكتوب سويدينس دالكة. ايه ده؟ دي بالدالكة السوداني، انا لسه مستكشفة معاكم دلوقتي. دي سويت تقريبا بالدالكة السوداني، او عجينة افوفا بالدالكة السوداني، لسه ما فتحتهاش من جوه، فلسه مش عارفة هي سويت ولا دالكة، بس حلوة قوي، عايزين نجربوها يعني بجد تحفة. هقول لكم ريفيو عنها ان شاء الله، بس في الفيديو اللي جاي بقى، مش الفيديو ده، استنوا الريفيو. خلونا نشوفها من جوه، هي من جوه زي التانية عادي جدا، طريقة اهي. اي ثينك دي عجينة، الله، يا ريت تكون دي ريحتها بجد، وما يكونش تأثير البرفيوم على ايدي.
انا عماله اشم، انا حاسه انا متفائله بيها، انا حاسه ان انا هتبسط دلوقتي، مش حاسه ان انا هتدلع دلوقتي، مش عارفه ليه، انا متفائله بيها جدا، وحاسه ان انا هاجي اقول لكم ريفيو حلو. انتوا تفتكروا ايه؟ قولوا لي في الكومنتس. انا لسه والله ما فتحتش ولا اي حاجه، حتى التانية برضو التانية ما اتفتحتش برضو، مش تكونوا عارفين يعني اهو، فانا مجربتش، انا لسه بوريكم. بس ان مرونجة بهالي، انا ما اعرفش، انا قلت له عايزة عجينة افوفا من الصيدلية، فلقيته راح جه جاب لي دي بقى. هو كمان مش عارف الانواع، هو الراجل اداهله كده صدفة، بس شكلها كده هتعجبني، وشكلي كده هرجع اجيب منها تاني. سنك عايزين نشوفوا تاريخ الصلاحية، انتاج شهر 5 2024، انتهاء 2029. طب دي حاجة كويسة قوي، خلي بالكم، اللي هو ان انتوا تجيبوا لو بتجهزوا يعني تجيبوا في جهازكم كده وتشيلوها، حلوة قوي، خاصة بقى الأجيال الجديدة يا جماعة. ان انا 2000، عارفين يا جماعة انا 2029، هيكون عندي 29 سنة. مش مصدقة بجد، مش مصدقة العبث اللي انا وصلت له. علينا، ده كده الفيديو بتاعنا، اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم يا جماعة. بجد انا عملت النهاردة حاجات خطيرة. انا شلت بقى المروحة، تعالى اوريكم، شلت كده المروحتين دول اللي شايفين دي كده، اللي انا كنت بستخدمها اصلا في الاوضة، غسلتها كويس جدا وشلتها وحطيتها هنا، ودي التانية دي بتاعت حد يعني، وهي عندنا، وغلفتها بقى بالبتاع الشفاف ده، الكفر الشبك ده، وبرضو غسلتها وظبطتها وسايباهم بقى للصيف. دي عايزة تتصلح، ودي عايزة يتركب لها عمود جديد بدل العمود بتاعها، فان شاء الله الصيف الجاي بقى وعليكم بخير نبقى نشوف بقى الحوارات الكتيرة بتاعت المراوح دي، لان انا اصلا ما بيعيش ليش مروحة واحدة، فيش مروحة بتقول لي ميرا انا هعيش، هعيش معاك العمر كله مثلا، يا سلام بجد، مفيش يعني. فظبطت الدنيا، عايزه اقول لكم غيرت كمان فرش بتاع ملايات اوضه النوم وكل الحاجات دي. هقفل معايا كل فيديو يعدي هنا، يلا باي، حلوين، استنوني فيديو جاي كتير.